وعندي نصيحة وخبرة أنقلها إليكم، سمعناها من أساتذتنا قديما وحاولنا أن نلتزم بها ووجدناها خير نصيحة، بالرغم من أن ظاهرها لا يؤدي إلى جليل منفعتها، وهو أننا إذا أردنا أن ننظر إلى المستقبل وأن نسير فيه سيرا حسنا وأن نتخذ بشأنه القرار السليم، يجب علينا وجوبا عينيا أن نقرأ التاريخ، وأن قراءة التاريخ هي التي توضح لنا سنة الله في كونه وسنة الله في أيامه وسنة الله في ذلك الاجتماع البشري، وكيف نتقدم ولما نتأخر، وما هو سر تقدم الأمم، وما سر وقوف الأمم، وما سر تأخر الأمم. كل ذلك نفعله من أجل هذا الوطن العزيز، فحب الوطن من الإيمان. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال: ألا إنك أحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولما نبأه ورق بن نوفل عن أنه سيخرج ويهاجر منها قال: أو مخرجيهم؟ على سبيل الاستنكار. فالوطن يجب أن ننتمي إليه، وهو أمر قد بهت عند كثير من الناس. هذا الوطن له معنى في النجاح، وله معنى في البقاء، وله معنى في قابل الأيام. إذا أردنا أن نعرف ماذا نفعل غدا، فيجب علينا أن نقرأ ما الذي حدث بالأمس، نقرأ التاريخ. هناك ثورات حدثت في مصر، هذه الثورات منها الثورة التي أحدثها أهل مصر في الثورة الأولى والثورة الثانية أيام نابليون، ومنها الثورة التي أنشأها أهل مصر أيام الشيخ الدردير، ومنها بعد ذلك الثورة التي قام بها أحمد أرابي، وبعد ذلك ثورة 19، وبعد ذلك ثورة يوليو سنة 52. ولا بد علينا أن نتعلم من خطواتنا الصحيحة ومن أخطائنا التي وقعنا فيها. لابد علينا أن نقرأ هذا التاريخ.